أحب أشكر شركة بوتيكات. صار هذا الشيء في منتج أنا استخدمته وايد ومتابعيني شروا مني، هاي ثقة كبيرة أنا أشكركم فيها وأعتز فيها صراحة. في شيء منتج أنا استخدمته ووايد بنات شروا من مدحي للمنتج أو من استخدامي للمنتج، صار وايد الرقم خيالي اللي انباع، معناته إنه ممكن تستخدمه واحدة وتلاقي حق رفيجتها، وصار المنتج وايد حلو وقوي، وايد بنات شروا. عقب ما انباع هالكمية الشركة تجيب هذا المنتج حق بوتيكات، اسألوا بوتيكات قالوا شلون قاعد تاخذون هالكمية الكبيرة، شنو في يعني شنو صاير، ترى احنا قوة شرائية خليج، بوتيكات ترى بس خليج. المهم فقاموا بوتيكات قالوا لهم احنا عندنا مشهورة اسمها عبود النزي اللي تستخدم هذا المنتج، وعشان كذي احنا قاعد نسحب كميات لان البنات وايد قاعد يشترون. قعدت مع صاحبة البراند حبوبة وايد، تناقشنا وسولفنا، قلت لها شنو الديزاين اللون طريقة، وحددت معاها الدرجة الشيء اللي انا ابيه. وبعدين هذا العام الصيف العام مو الصيف 8 اللي قبله، يعني صار له سنة وشوي احنا نشتغل على هذا، ودز لي عاد الدرجات وقلت انا اختار لا هذا زيدي هاللون حطي هاللون، وصار المنتج اسمي عليه صورتي عليه وايد حلو.